مساء الخير على حضرتك كابتن سيف وضيوف حضرتك في الاستوديو ولكل السادة المشاهدين. يمكن كابتن سيف يعني حالة معنوية مرتفعة لدى طبعا لاعبي النادي الإسماعيلي، مش بس ما بعد النتيجة الإيجابية في المباراة الأخيرة، لا طبعا بداية من الدور الثاني. كابتن سيف، تابعنا المشهد داخل النادي الإسماعيلي، مشهد متغير تماما عن الدور الأول، سلسلة من العروض الإيجابية. النادي الإسماعيلي من أكثر الفرق حصدا للنقاط، يمكن معسكر النادي الإسماعيلي في 48 ساعة الماضية حالة تركيز كبيرة جدا بتسيطر على الجهاز الفني واللاعبين من أجل مواصلة العروض الإيجابية والنتائج الطيبة خلال الفترة الماضية. كابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي في تصريحاته ما قبل المباراة أكد أن باقي النادي الإسماعيلي 5 مباريات بيسعى لحصد أكبر قدر من النقاط في 5 مباريات من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الدوري الممتاز. ممكن الإسماعيلي دخل في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة، طبعا الفريق الزمني ما بين مباراة نادي الأهلي ونادي الزمالك كان فارق قليل، ولكن كان في استشفاء يوم الخميس امبارح، كانت التدريبة قوية جدا. عايز أقول لحضرتك كابتن سيف، كل اللاعبين لديهم رغبة في تحقيق النهاردة الانتصار ومواصلة العروض الإيجابية قبل بقى المباراة اللي جاية أمام إنبي وادي دجلة سيراميكا طلائع الجيش، 4 مباريات متبقية للإسماعيلي بخلاف مباراة النهاردة. النهاردة كابتن سيف بتشهد المباراة عودة حسين السيد، أكيد بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف، كان مطرود في مباراة بيراميدز فما شاركش في مباراة الأهلي، فعودته بمثابة قوة للنادي الإسماعيلي. أيضا محمد حسن النهاردة يعني بيغيب عن صفوف النادي الإسماعيلي للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة. الأجواء هنا كابتن سيف أجواء رائعة، إن شاء الله نشوف قمة كروية ما بين فريقي الإسماعيلي والزمالك. فيما يخص تشكيل النادي الإسماعيلي كابتن سيف، محمد فوزي لحراسة المرمى، باهر المحمدي ومروان الصحراوي، حسين السيد، مصطفى الزناري اللي شارك في المباراة الأخيرة وكانت أول مشاركة ليه في بطولة الدوري أمام النادي الأهلي واكتسب ثقة الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، أحمد مصطفى، محمد عادل، دونجا، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، شلونجو. النهارده كابتن سيف بيبدأ في التشكيلة الأساسية للنادي الإسماعيلي. هذا كل ما لدينا من هنا من داخل استاد الإسماعيلية، والآن العودة لحضرتك كابتن، تفضل. شكرا جزيلا زميلنا شريف عادل، ودي كانت أجواء ما قبل المباراة لفريق النادي الإسماعيلي. حسن غنيمة ونعرف منه أخبار نادي الزمالك، وأكيد طالما في حسن غنيمة يبقى هنعرف تفاصيل التفاصيل. حسن اتفضل. من ملعب الإسماعيلية تحياتي للمتألق دائما كابتن سيف زاهر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، بتابع مع حضراتكم اجواء وكواليس فريق نادي الزمالك قبل انطلاق مباراة هامة جدا امام نادي الإسماعيلي هنا في استاد الإسماعيلية. كابتن سيف، يمكن اتوبيس نادي الزمالك اتحرك من القاهرة الى الإسماعيلية امبارح الساعة 10 الصبح، الفرقة وصلت هنا ونزلوا في فندق على بعد حوالي 10 دقائق فقط من ملعب المباراة، من ملعب استاد الإسماعيلية. اللعيبة تناولوا وجبة الغداء، بعد كده كارتيرون صمم انه يكون في تدريب على ملعب الفندق اللي بيبعد عن الاستاد بحوالي 10 دقائق بس، ورفض ان يكون في تدريب على ملعب المباراه الاساسيه. لكن الحقيقه كل التدريبات اللي اجراها كارتيرون خلال الفتره اللي فاتت من بعد ماتش الاتحاد اللي فات كانت كلها ريكفري او تدريبات استشفائيه نتيجه لضيق الوقت، وانه خايف على انه يعمل اي تدريبات بدنيه جامده للاعبي نادي الزمالك خوفا من الاصابات. كمان كان في جلسه عتاب كده ما بين كارتيرون وبن شرقي، قال له ان انت لعيب كبير وما كانش ينفع ان انت تاخد الانذار المجاني امام الاتحاد السكندري، لان انا كنت محتاجك النهاردة أمام الإسماعيلي في هذه المباراة القوية. كمان كابتن سيف عايز اقول لك، انا اول مره اشوف كارتيرون يكون قلقان بالشكل ده من هذه المباراه نظرا لاهميتها. يمكن احنا متعودين ان كارتيرون دايما بينزل ملعب المباراه قبل اللعيبه عشان يتفقد ارضيه الملعب ويفك كده ويشد من ازر اللاعبين. النهارده كارتيرون منذ نزوله من الاتوبيس موجود في غرف خلع الملابس، لم يتفقد ارضيه ملعب استاد الاسماعيليه. كمان كارتيرون يعني حرص كده ان يكون في جلسه زي ما تكون جلسه كده ما بينه وبين اللاعبين النهارده بعد الغداء، وقال لهم ان انتوا قبل المباراه اللي فاتت كانت الامور كلها في ايد المنافس، النهارده الامور بين اقدامكم وبين ايديكم، ما تكرروش اللي حصل معاكم في افريقيا تاني وان انتوا تحسموا الدوري على طول. اخيرا كابتن سيف، بكره هيكون في اجتماع ما بين الجهاز الفني لنادي الزمالك وكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عشان يعلنوا القائمه الافريقيه اللي هيخوض بيها نادي الزمالك الموسم المقبل في دوري ابطال افريقيا. اخيرا خبر كده على السريع، حمدي النقاز هيصل خلال يومين من اجل التوقيع لنادي الزمالك. هناك حاله استنفار امني كبيره جدا في مداخل ومخارج استاد الاسماعيليه، استنفار امني غير مسبوق، وخاصه انه عدد كبير من جماهير الاسماعيلي والزمالك كانوا موجودين خارج الاستاد النهارده عشان يحضروا المباراه، طبعا المباراه بدون جمهور، عشان كده في كمائن منتشره في كافه ارجاء محافظه الاسماعيليه الجميله. دي كانت كل الاجواء والكواليس الخاصه بنادي الزمالك. كابتن سيف من ملعب استاد الاسماعيليه، بالتاكيد الكلمه ليك كابتن سيف زاهر، تفضل. شكرا جزيلا للمتألق حسن غنيمة، شكرا جزيلا للمتألق شريف عادل، ودي كانت أجواء ما قبل المباراة.